عندما شاهدت عندما شاهدت البشير داخل القفص ماذا قلت لنفسك؟ والله قلت لنفسي طبعا يعني هي طبعا يعني هو كان بيتكلم باحتقار عن الشعب السوداني دائما بألفاظ كثيرة هو وزمرته يعني، ولكن وهو في القفص يعني شاف أنه الشعب السوداني هو مش بيحتقره هو كإنسان، إنما بيحتقر التوجه القمعي والديكتاتوري اللي هو كان بيمثله. فأنا قلت يعني يعني هذا جزاء الظالم، وأي ظالم مهما كان يعني جبروته في النهاية مصيره زي مصيره.